لأول مرة أصدقائي في القناة نسأل أنهم يشتركوا في القناة وكذلك نسأل أنكم تدعمونا بالضغط على زر اللايك وما تنسوا تضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالنا. موضوع الفيديو أصدقائي ديال هاد الحلقة هذه إن شاء الله غادي نتكلموا على موضوع ديال التوالد عند طيور البيض. أصدقائي جبت زوجين شهر وما بيضوش، شهرين وما بيضوش، داز 3 شهور وما بيضوش، داز 6 شهور أصدقائي وما بيضوش، وصلنا حتى العام وما بيضوش. بدلنا الذكر بذكر آخر وبدلنا الأنثى بأنثى أخرى وما بيضوش أصدقائي. شنو هو المشكل أصدقائي؟ في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم المشكل وغادي نوريكم حتى الحل النهائي ديال هذا المشكل هذا اللي كيصاد بزاف ديال مربي الطيور. فأصدقائي بزاف ديال الأصدقاء كيشوفونا في اليوتيوب كنجيبو فيديوهات حتى هما كيعجبهم أنهم يربيو طويرات ويصرخو لهم وكتعجبهم هاد البلاعة هادي حتى هما يجربوها. كيمشيو ياخدو كوبلة كيسناو عليها أصدقائي 3 شهور 4 شهور حتى العام وديك الكوبلة ما كتنتج، حتى داك الشخص كيمل من ديك الكوبلة كيصافي كيقول صافي ما عندي ما نعمل بيها نعطيها ولا نبيعها وما كيعرفش أصدقائي المشكل منين ماجي. صافي كيبغي يتهنم ديك الكوبلة تطلعلو في راسو. مشكل أصدقائي ديال عدم تزاوج الأزواج ديال البدري هو المشكل ديال التوالف أصدقائي. معنى التوالف أصدقائي هو الذكر مع الأنثى كيكونوا كيبغيو بعضياتهم، يعني أصدقائي مستنسين مع بعضياتهم، إلا ما كانوش كيبغيو بعضياتهم ما غاديش يتزوجوا وما غاديش يبيضوا نهائيا. وباش تعرفوا أصدقائي أن الكتلة متوالفة كتجبرو الذكر كيبكي الأنثى، الأنثى كتبكي الذكر، كيحكوا لبعضياتهم، جالسين قرابين بعضياتهم يعني في القفص ما كيدابزوش مع بعضياتهم، هذا هو المعنى ديال التوالف. وعدم التوالف أصدقائي كتجبرو الكوبلة بعيدين على بعضياتهم، كيضربو بعضياتهم، ما كيحكوا لبعضياتهم، ما كيبكيو لبعضياتهم، يعني ما متفاهمينش. هذا أصدقائي كيكون عدم التوالف وما يمكنش نهائيا أنهم يتزوجوا ولا يبيضوا. أولا أصدقائي التوالف يمكننا نقومو بجوج ديال العمليات، يعني جوج الخطوات نقدرو نولفو بهم طويرات باش يتزوجو ويجونا إن شاء الله. أول طريقة أصدقائي واللي هي أحسن طريقة أنا كنتبتلها هو أنك تجيب مثلا واحد 20 طير أو 15 وكتجيبهم في واحد المسرح كتعملهم في واحد المسرح وهما كيختاروا بعضياتهم طبيعيا، يعني هذه هي أحسن طريقة ديال التوليف. يعني أصدقائي الطيور ديالنا كيختاروا بعضياتهم، الأنثى كتختار الذكر والذكر كيختار الأنثى طبيعيا بلا ما تحمقوا راسكم. هذه أول طريقة يمكننا نعملوها في توليف الطيور. الطريقة الثانية أصدقائي مثلا جبتوا ذكر من جهة وأنثى من جهة أخرى وبغينا نولفوهم مع بعضياتهم باش ينتجونا، غادي نقوموا أصدقائي بهذه الخطوة الثانية. أصدقائي قبل ما ندوزو للطريقة الثانية بغيت ننصحكم واحد النصيحة اللي هي مهمة بزاف. أصدقائي ملي تمشيو تاخدو شي كوبلة، يعني مشيتو خديتو واحد الكوبلة كيقولكم داك الشخص هاد الكوبلة راه متوالفة مع بعضياتها، راه ديجا تزوجات يعني راه ديجا بيضات، راه بزاف ديال التخرجات كيبقى يقولك على ديك الكوبلة باش يبينها لك راها واعرة. ملي تمشي انتي تجيبها وتنزلها أصدقائي في المنزل ديالك، صداع. ملي أصدقائي تمشي تجيبها وتنزلها في البيت ديالك حاول انك تلاحظ، يعني وقف وبقى تشوف فيها، شوف واش كتوفر على داك الشروط ديال التوالف اللي ذكرناها في الفيديو في الاول. يعني اصدقائي ضروري ما توقف وتبقى تتمعن فيهم وتشوف انا دوك الشروط متوفرين باش اصدقائي ما يمشيوش يضربوا بعضياتهم ويقتلوا بعضياتهم، لان بزاف ديال الناس كيوقع لهم هاد الشيء كيجيبوا كوبلة ما متوالفاش وكينزلوهم مع بعضياتهم وكيقتلوا بعضياتهم في المقطع. الا شفتهم اصدقائي فيهم يعني دوك الشروط ديال التوالف كيوكلوا بعضياتهم جالسين حدا بعضياتهم يعني ناشطين مع بعضياتهم ما كاين لا مديبزي لا والو، صافي كتخليهم وما شاء الله تبارك الله الله يبارك فيهم، يعني صافي كتهنى كتعطيهم الماكله ديالهم وكتحاول تخليهم ترانكيل باش يولدوا لك. بالحق الا شفتوهم كيضربوا ولا كل واحد في جهه حاولوا انكم تفصلوهم. وهذه اصدقائي هي الطريقه اللي غادي نشرح لكم دابا. مثلا جبنا طائر من جهه وانت يعني انت من جهه وذكر من جهه اخرى، كيفاش غادي نولد
تخلطوهم مع بعضياتهم. هذا اصدقائي هو المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الناس. الا كانوا الطيور ما متوالفينش اصدقائي راه ما غاديش يتزوجوا وما غاديش يبيضوا نهائيا. الطريقه الثانيه اصدقائي هي كالتالي: كنجيبوا ذكر كنوضعوه في القفص الرئيسي اللي كتكون فيه البياضه، وكنجيبوا الانثى كنعملوها في قفص ما فيهش البياضه، وكنزلوهم بغرطهم يعني مع بعضياتهم، كيشوفوا مع بعض كيشوفوا بعضياتهم. بهذه الطريقة أصدقائي كنبداو المرحلة ديال التوالف. هنا عندنا أصدقائي القفص الرئيسي، القفص الرئيسي أصدقائي هو اللي كتجيب فيه البياضة اللي غادي يبيضوا فيها وغيكبدوا فيها. يعني الذكر من كتدخلوا القفص اللي تيكون هو الرئيسي كيكون فيه البياضة، كيحس الذكر أنه مالك المكان، يعني كيكون مرتاح، كيكون البيت ديال الذكر، يعني فيه بياضة ومجهز وفيه كل شيء للتزاوج. وما ننساوش اصدقائي الذكر خاصو يكون بالغ، يكون الاكير ديالو اللون ديالو ازرق. اصدقائي بالنسبه اصدقائي الا كان الذكر يعني من نوع ديال الحينو، كيكون اللون ديال الاكير ديالو وردي. اصدقائي ضروري خصكم تردوا البال لهاد النقط هادو. وبجانب القفص الرئيسي اصدقائي كنجيب واحد القفص عندنا كيما كان، وكنوضعو فيه الانثى، الانثى اللي تكون بالغه، يعني اللون ديال الاكير ديالها اصدقائي كيكون بني غامق. هذه الانثى كتكون بالغه، ضروري ما ردوا البال ان الانثى ديالنا تكون بالغه، ما نجيبوش انثى صغيره وندخلوها الذكر اللي يكون بالغ، بحيث اصدقائي الذكر كيشوف الانثى والانثى كتشوف الذكر. اصدقائي اللي كيوقعوا فيه الاصدقاء في عمليه التوالف انهم كيوضعوا القفص ديال الذكر الرئيسي والقفص ديال الانثى مع مجموعه ديال الاقفاص اللي كيكون فيها اناث وذكور، فما كيخليوش الذكر والانثى اللي بغيتي انك تولفوا مع بعضياتهم انهم ينسجموا ويركزوا على بعضياتهم، فكتجبر الانثى كتركز على ذكور اخرى، وكذلك الذكر كتجبره كيركز على اناث اخرى. فضروري اصدقائي ما تنزلوا الذكر والانثى شي مكان اللي هو منعزل، مكان اللي ما فيهش مجموعه ديال الطيور، يكونوا بوحديتهم، يعني باش يركزوا على بعضياتهم ويتوالفوا. بعد اصدقائي ما فصلنا الذكر على الانثى ودعناهم قبل بعضياتهم اصدقائي، كنعطيو الذكر محفزات والانثى اصدقائي كنعطيوها الكالسيوم وكالسيوكس باش نوجدوها للتزاوج، وكذلك نوجدوها باش تبرد. ومن بعد اسبوع اصدقائي من بعد ما فرقناهم كنصبروا عليهم واحد الاسبوع، كيشوف الذكر الانثى والانثى كتشوف الذكر اسبوع مع بعضياتهم، ديك الساعه كنأهلوهم اننا ندخلوهم لبعضياتهم. بعد اصدقائي مدى الاسبوع كندخلوا الانثى لعند الذكر، وقبل اصدقائي ما ندخلوا الانثى لعند الذكر ضروري ما نجوعوا الانثى تقريبا واحد 3 سوايع، والذكر كنخليوه ياكل عادي. من بعد اصدقائي كنجيبوا الانثى وكندخلوها القفص اللي كيكون فيه الذكر، وكنجولوا الاكل من القفص الرئيسي. بديك الطريقة أصدقائي الذكر كيحس بأن الأنثى فيها الجوع وكيحاول يتقرب منها وكيحاول يوكلها، ومن طبيعة الحال الأنثى كتكون يعني فيها الجوع وخفانة فكتاكل مع عند الذكر. بديك الطريقة أصدقائي كتتم العملية ديال التوالف، والأنثى كتحس بالأمان مع الذكر ديالها. بعد أصدقائي ما الذكر كيوكل الأنثى فكتتم عملية التوالف الحمد لله. فديك الساعة أصدقائي الأنثى كتدخل البيضة وكتكتشفها، ومن بعد كتوضع أول بيضة. إلى هنا أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وكاع المبتدئين يطبقوا هذه العملية اللي هي صحيحة وعملية اللي تنجح معاهم. وإلا كنتوا أول مرة تشوفوا قناة تسنيم أنيمالز بلوك، ما تنساوش أنكم تشتركوا بالقناة باش تستافدوا، فليكم مثلا أنكم تدعمونا بالضغط على زر لايك، ما تخسروا والو، زر ديران. بهيدا أصدقائي فيديو كينتشر يوصل أكبر عدد ديال الناس باش تستافدوا، وما تنساوش أيضا أنكم تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. انستغرام فيسبوك الرابط عندي في الفيديو أو لتحت في صندوق الوصف، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل بإذن الله.